هاللويا كل آلة أعدت صورت ضدنا لا تنجح هاللويا يعظم انتصارنا بالرب يسوع الذي أحبنا هاللويا يحاربوننا وبحسب وعد الرب لا يقدرون علينا عزيزي المشاهد لو ليك علاقه حقيقيه بالرب يسوع ممكن تقول معايا دلوقتي هللويا دي صيحه الفرح لما نبقى فرحانين نقول كده امام الرب هللويا 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 يعظم انتصارنا هللويا يحاربوننا ولا يقدرون علي هاللويا كل آلة صورت ضدنا لا تنجح أبدأ معك هذه الحلقة بهذه الآيات من سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح عشرين ولما عزيزي المشاهد تبقى داخل في مواجهة غير متكافئة يعني حاسس المشكلة أكبر منك التحديات أكبر الجبال الواقفة في سكة نجاحك عالية قوي مش قادر تتخطاها تذكر هذه الآيات التي قالها أحد الأنبياء الرب بعت هذا النبي اسمه يحزائيل في آية 14 بعته كان يهوشافاط يعني الملك ملك أورشليم واحد من رجال الله كان في موقف صعب جدا 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 في ثلاث جيوش اكبر من جيشه بكثير مهاجمة على اورشليم وبيواجه حاجه غير متكافئه يعني بالعقل بالمنطق ده الثلاث جيوش دول ياكلوه وياكلوا الجيش بتاعه هنا الرب بقى بعت له رساله ولما تبقى انت زيه في مواجهه غير متكافئه امكانياتك اقل من الحاجه اللي قدامك تذكر هذه الايات لان الرب هيكلمك من خلالها في ايه 15 قال لهم اصغوا يا سكان اورشليم واصغي ايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ما تخافوش بالحسابات المنطقية العقلية في خوف لكن بالحسابات الإيمانية أصول ما يبقاش في خوف لا تخافوا ولا ترتاعوا ما تترعبوش ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير بسبب انكم انتوا داخلين مواجهة بالمنطق مهزومين فيها لكن انتم مش, مش ماشيين بالمنطق عزيزي المشاهد لو ليك الرب في حياتك بيملك عليك لو بتحب الرب ولك علاقة مع الرب والرب ده ليك ولك علاقة معاه لا المنطق مش شغال في واقف زي كده ما يشتغلش المنطق يشتغل الوعد وعود الرب تشتغل الإيمان بوعود الرب تشتغل لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لأن الحرب ليست لكم دي مش الحرب بتاعتك انت الحرب بقت بتاعة الرب لأن الحرب ليست لكم بل لله الرب يحارب عنك ما تخافش وعشان كده الحسابات المنطقية يظهر فشلها والحسابات المنطقية بتقول إنك هتنهزم حسابات الإيمان بتقول إنك هتنتصر حسابات المنطق بتقول انك هتفشل حسابات الايمان بتقول هتنجح ونجاح عظيم الحرب ليست لك بل للرب وهنا بيقول لهم روح واجه ما تخافش غدا انزل عليهم لان الحرب ليست لك يا ايها شفاط لان الحرب ليست لكم يا سكان اورشليم الحرب هي للرب عزيزي المشاهد آمن وصدق إن الرب يحارب عنك. آمن وصدق إن المنطق لما يكون مخيف لن يتحقق. وقول كده هنا الآية لا تخف ولا ترتعب، ما تخافش لا تخافوا ولا ترتاعوا. يعني اوعى معنوياتك تضعف، واوعى تفكر بإن ده تحدي مش هتنتصر فيه، ده لو أنت لوحدك آه 100% هتنهزم. لكن لو معاك الرب ان كان الله معنا فمن كمل الايه فمن علينا عزيزي المشاهد تعال معي الى سفر التكوين اصحاح تسعه وعشرين بنتامل في اللي عمله الرب مع ليئه آه زوجة يعقوب اللي كان يعقوب بيحبها أقل لأن يعني يعقوب كان متجوز اتنين واحدة بإرادته اللي مش ليئة اللي بإرادته اللي كان عايزها فعلا دي رحيل دي اتفرضت عليه ليئة اتفرضت عليه فكنا اتأمنا في اللي عمله الرب مع ليئة عشان يرفع معنوياتها عشان يشفي نفسيتها عشان ما تعيش حاسه بقى انها مش طايقه نفسها عشان مفروضه على زوجها وده مش باختيارها مش مش باختياره الرب عمل شيء عظيم جدا خلى رحيل الزوجه المحبوبه كتير لا تنجب وتعامل مع أليه او خليها تنجب وتنجب بسرعه فانجبت ليعقوب لحد ما وقفنا كان الابن الرابع بينما رحيل الزوجه المحبوبه قوي من يعقوب لم تنجب بعد. فهنا بيقول الكتاب ايه؟ وحبلت ايضا وولدت ابنا ده الابن رقم اربعه لان الابن الاولاني اسمه راؤوبين الثاني اسمه شبعون الثالث اسمه لاوي الرابع اسمه يهوذا وقالت هذه المره انا هحمد الرب قلت لك ده نقله عظيمه يعني في اول مره لما جابت راؤوبين قالت الرب قد نظر الى مزلتي ولما جابت الابن الثاني قالت ان الرب قد سمع اني مكروهه ولما جابت الابن الثالث قالت خلاص جوزي هيحبني زي ما بيحب رحيل لان انا جبت له ثلاث اولاد لما جابت الرابع بقى قالت لا انا هسبح الرب قالت هذه المره احمد الرب عزيز المشاهد رائع انك انت تسبح الرب رائع جدا انك تعبر عن اللي حصل معاك بالتسبيح للرب لان ياما مؤمنين بتحصل معاهم حاجات حلوه الرب يتدخل وما ما بيسبحوش الرب ما, ما بياخدوش بقى وقت يسبحوا الرب او يعملوا مثلا اه اجتماع في البيت لان الرب عمل حاجه عظيمه جدا يجيبوا فيه المؤمنين ويقولوا عايزين نعمل اجتماع تسبيح للرب وفي العهد القديم لما كان المؤمن اه الرب بيعمل معاه حاجه عظيمه ونقل عظيمه كان مش بس بيسبح ده كان بيجيب اه اه سيران وحيوانات خرفان ويذبحها ذبائح محرقه للرب علامه يعني تعبير عن الشكر للرب هنا بقى قالت الآن هذه المرة أحمد الرب واللغة بتاعتها اتغيرت بقى من لغة, من لغة فيها ربما شفق على النفس لما قالت الرب قد نظر إلى مزلتي أو لغة فيها انحصار في مشكلتها للغة تانية بقى لغة بتسبح الرب وتعظم الرب لما تقرأ عزيزي المشاهد سفر المزامير تلاقي داود كتير كده لما يعبر عن العمل عمله الرب بالتسبيح يقول لك اسبح الرب واسبح الرب طول الوقت ونغني اغاني جديده للرب اه تسبيح مهم جدا 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 مهم ان تبقى في العباده بتاعتنا حاجه اسمها تسبيح ممكن تبقى بترنم بس ترانيمك ترنيم ترانيم توبه دي مش تسبيح أو بترنم والترنيم بتاعتك بتعبر إنك أنت محتاج الرب ومحتاج الرب يشوفك ومحتاج الرب يلمسك و... وتقول له اسمع صراخي مثلا في الترنيمة يا سيدي ده مش تسبيح إنما التسبيح بقى فيه تع... التسبيح هو تعظيم الرب إنك بتعظم الرب من, من أجل إنه محب من أجل إنه صالح من أجل إنه تدخل في حياتك وسمت الإبن الرابع ده دعت اسمه ايه؟ يهوذا ويهوذا ده اسم عظيم في الكتاب المقدس الشيطان حب يبوظ الاسم ده وخلى تلميذ من تلاميذ الرب اسمه يهوذا يبقى متحالف معاه حب يبوظ الاسم ده ويخليه مش رمز حلو لا ده يهوذا اسم رمز عظيم ونشوف في الكتاب المقدس ان اخر رساله مكتوبة اسمها رسالة يهوذا يعني الرب بيحافظ على الاسم الشيطان حب يلوث الاسم ده يعني نادر انك تلاقي حد يسمي ابنه يهوذا لان يهوذا الاسخريوط اللي خان الرب بشوه الاسم لكن لا الرب خلى واحد تاني اسمه يهوذا يكتب رسالة رائعة رسالة عظيمة لانها من الوحي اخر رساله في الكتاب المقدس اسمها رساله يهوذا وشعب الرب معروف اسمه اليهود كلمه يهود دي جايه من من يهوذا والصبط اللي بيجي منه الملوك اللي كانوا رائعين في الكتاب المقدس زي داود زي عشفات اللي كنا بنتكلم عنه زي آسا زي يوشية الملوك العظماء دول جم من ايه من يهوذا ده 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 الجد بتاعهم فاسم يهوذا ده اسم عظيم ومعناه التسبيح أو معناه بنسبح الرب يعني اسم يشير الحمد يشير إلى التسبيح لأن هنا إني أحمد الرب أحمد الرب يعني أسبح الرب يعني أشكر الرب فاسم يهوذا بيتكلم عن إن إحنا نشكر الرب ونسبح الرب وتحولت وتحولت لي من نفس مكسورة إلى نفس مبتهجة وعبرت عن ابتهاجها بحمد الرب أو بتسبيح الرب عزيزي المشاهد أرى لك آية معروفة تناسب اللي أنا بقوله تناسب الكلام اللي أنا بقوله من سفر المزامير من مزمور 30 سفر المزامير مزمور 30 آية عظيمة هذه الآية التي في هذا في هذا المزمور مزمور 30 بيقول إيه داود في المزمور ده مزمور 30 شو بيقول إيه حولت نوحي كنت ببكي حولت نوحي إلى رقص لي فاكر داود لما رقص قدام تابوت العهد يقول الكتاب رقص بكل قوته ليه ده رقص مش رقص فيه خلاعة لا ده رقص فيه تعبير عن انه فرحان قوي زي واحد فرحان قوي بيسقف مثلا فهنا بيقول حولت نوحي الى رقص لي حولت نوحي الى رقص لي ويقول له ومنطقتني فرحا وحللت مسحي مسح الثياب الخشنة اللي كانوا يلبسوها تعبير عن الحزن لا الرب شالها حلها خلاص وبعدين يقول له ايه لكي تترنم لك روحي ولا تسكن الجزء الاخير ده هو اللي يهمنا ان احنا لا نكف عن الترنيم لا نكف عن تسبيح الرب بسبب اللي عمله الرب معانا حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا يعني الحزام بتاعه بفرح يعني اللي بيضغط عليه الفرح، الفرح بيضغط عليه حاجة بتضغط عليه الحسام اللي بيضغط على الجسم عشان يفرح ولكي تترنم لك روحي ولا تسكت باسم الرب يسوع لن لن يتوقف تسبيحنا باسم الرب يسوع لن يتوقف شكرا للرب لن يتوقف ترنيمنا بالروح للرب زي ما قال الكتاب ارنم بالذهن وارنم كمان بالروح يعني روحي وذهني وجسدي كمان مشترك في التسبيح تقول ازاي جسدك اقول لك جسدك مشترك باللي بيطلع من فمك فم بيشترك لو هتسقف فرحان الايدين بتشترك داود رأس الجسد بتاعه بيشترك فالتسبيح لما تيجي تسبح للرب تسبح بايه بكل كيانك كل كيانك بيسبح الرب مش مجرد حاجه حافظها لا بكل كيانك ولو بتعرف بتعزف موسيقى اعزف موسيقى موسيقى الترنيمه فيها تسبيح للرب لان الرب عظيم في حياتنا واعماله عظيمه وشوف عمل ايه معليقه لي التعبانه اللي مهمله من يعقوب بقيت هي البركه ليعقوب يعني يعقوب يبص ليه يقول دي البركه بتاعتي من غيرها ما كانش هيبقى عندي نسل ومن غيرها ما ازاي ده اللي الرب اختار عشان يحقق وعده ياتي منها اه النسل اللي هتتبارك بيه جميع الارض هيجي منها المسيح اللي هيسحق راس الحي هيجي من من ليئا مش من رحيل قالت هذه المره احمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت ايه بقى عن الولاده خلاص الرب هي سبحت ودي مرحله والرب رفعك يا يا ليئا وشفى اعماقك اصحاح 30 بقى يقول الكتاب فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها شيء عجيب يعني الكتاب ما قالش إن لي أغارت من رحيل الغيرة دي حاجة وحشة قوي الكتاب ما قالش إن لي أغارت من رحيل رغم إن رحيل أجمل منها بكتير ما غارتش منها هما الاتنين إخوات ورغم إن يعقوب بيحب الزوج بيتجوز الاتنين لأن في الوقت ده كان ممكن في زواج اثنين لكن بأكد إن ده مش مشيئة الرب مشيئة الرب الأولى زوج واحد زوجة واحدة الرب قال كده يكون الاثنان ما قالش يكون الثلاثة يكون الاثنان جسد ايه؟ واحد انما في وقت العهد القديم كان ممكن بس بنشوف هنا ان لما كانوا اثنين عملوا مشاكل ليعقوب ويعقوب كان عنده ستريس بسبب انه اتجوز اتنين يعني لما اتجوز اتنين مش ارتاح ده لما اتجوز اتنين تعب ليه لان دي مشيئة الرب الحاجة الاولى مشيئة الرب الاولى ان ميباش اللي, اللي, اللي في خلقته او في ادم لما خلق ادم واللي ظهرت في كلام الرب يسوع في العهد الجديد ان الزوج يبقى ليه امرأة واحدة العجيب ان مش ليئة اللي غارت من رحيل ان رحيل المحبوبة رحيل الجميلة رحيل اللي من اجلها يعقوب بارادته اشتغل عند لبان سبع سنين لبان ده الأب بتاع رحيل وليئة العجيب ان ليئة ما غارتش من رحيل العجيب رحيل هي اللي غارت من ليئة ليه غارت من ليئه بقى عشان ليئه بتجيب اولاد عشان آه ليئه بتجيب اولاد وقالت ليعقوب شوف بقى لانها علاقتها لهاش علاقه مع الرب زي اختها رحيل ما يمكن شعره بقى لما الانسان بيبقى بقى غني وعنده جمال يمكن يحس انه مش محتاج للرب فهي واضح من الايه اللي دي ان رحيل في الوقت ده ملهاش علاقه مع الرب. ليه؟ لان راحت قالت لي قالت ليعقوب انا عايز أموت انا عايز انجب، انت المسؤول هاب لي بنين يعني انت تعرف الرب، انت تصلي مش انا اصلي لا ده انت هاب لي بنين والا فانا اموت، انا عايز اموت يا تجيب لي اولاد يا اموت اتصرف. طبعا لانها ما تعرفش ملهاش علاقه حقيقيه مع الرب اعتبرت ان المسؤول عن عدم الانجاب جوزها جوزها اللي بيحبها اكتر من الزوجه التانيه اعتبرته إنه هو المسؤول عزيزي المشاهد لما تبقى علاقتنا مع الرب ضعيفه هنتهم الناس لما تبقى علاقتنا مع الرب ضعيفه دايما هنلوم الناس لما تبقى علاقتك مع الرب ضعيفه هتلومي زوجك في اي موضوع هتلومي زوجك لان علاقتك ضعيفه مع الرب لما تبقى علاقتك قويه مع الرب مش هتلومي هتصلي ولما تصلي بايمان المشاكل هتتحل يعني دائما الشخص اللي بيلوم دائما الشخص اللي دائما ينقض دائما الشخص اللي دائما يوجه الاتهامات شخص علاقته مع الرب مش مش ضعيفه ممكن يبقى عنده علاقه بس مظهريه شكلية يعني بيروح الكنيسة بيروح يخدم بس كلها حاجات من بره لكن لو هو عنده إيمان مش هيلوه لو عنده إيمان هيصلي بمتأكد أن الرب يتحكم في الأحداث وفي الظروف فرحيل هنا بتكلمنا عن الشخص اللي ملوش علاقة مع الرب لما ما عندكش علاقة مع الرب توجه الاتهامات لده ولده ولده ولما يبقى عندكش علاقه مع الرب بتبقى محسوب في مشكلتك يا اجيب اولادي يا اموت وهنا الجمال ما نفحاش يعني هي كانت اجمل من اختها وكانت حاجة والكتاب المقدس قال كانت حسنه الصوره وحسنه المنظر فمش الحل ان انا ابقى اجمل ده مش الحل الحل ان الرب يبقى موجود جوه قلبك يعني في واحده تبقى محصوره بقى شكلها وحش ومش عارف ايه وايه وتبتدي تدور على عمليات تجميل وتعمل عمليه وما تقتنعش وتعمل عمليه تاني وتالت عندها فلوس كتير وعمرها ما تستريح ليه انا مش مرتاحه من جوه مش معنى كده ان انا ضد عمليات التجميل لكن عايز اقول ان عمليات التجميل ما هياش الحل اللي يجيب سعاده داخليه لا أنا مش ضد ده لو أنت لو أنت عندك القدرة لكن لو أنت بقى بي عندك هوس اسمه الجمال وحسن ده وأنا مش زي ده والحتة دي مش عارف شكلها إيه وأصلح إيه وأصلح إيه ده يبقى هوس يبقى ده معناه إن جوه أنت تعبانة ومش العلاج التجميل رغم إنك أنت قادرة وعندك فلوس بس ده مش العلاج العلاج إن يسوع يدخل قلبك وعلامة ان انت ما بقاش عندك هوس التجميل مش هتبقى كل شوية تعملي عملية ودي ورا عملية دي عملية وتانية لا هيبقى الموضوع ابسط من كده ويمكن تعملي ما تعمليش او تعملي عملية واحدة لكن مش هوس مش حاجة طول النهار تقف قدام المراية وتفرج على شكلك ادي آه رحيل قال عنها الكتاب حسنة الصورة شكلها حلو قوي وقوامها جميل جدا حسنت الصوره وحسنت المنظر لكن لما اتحطت في مشكله جالها اكتئاب وعايزه تموت وجوزها اللي حبها بتديله زي يعني بتخبط تديله فوق دماغه انت المسؤول ايه ده؟ عشان الرب مش في حياتها عزيزي المشاهد لو الرب مش في حياتك وانت جميل جدا يبقى الحسن بتاعك غش زي ما قال الكتاب والجمال باطل الجمال يفقد قيمته والذكاء يفقد قيمته لما يبقى الشخص زي رحيل في الموقف ده بعيدة عن الرب باسم الرب يسوع رب يبقى جوه قلبنا هو اللي يدي الحياة قيمة هو اللي يخليك كده شبعان من جوه ولما تبقى شبعان من جوه مش هتقول الكلام الغبي اللي قالته رحيل، عزيزي المشاهد اكمل معاك التأمل في هذه القصة في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel .org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد ثلاثون الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو ريفرز اوف لايف بي او بوكس 433 جرينفورد يو بي 5 9 بي جي يو كي أو أرسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة إس ام اس على 012 2577 88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية